يجب ان شاء الله نستمع لموضوع مواضيع اهم من الاطباء العصبيه والاطباء الاجتماعيه للتشخيص ذات عظمه نقيه. الاعتلالات اللي ممكن نشوفها في حالات مختلفه، وبيحتار كان الطبيب شو يبلش، سواء من حاجه من حيث الفائده التشخيصيه او من حيث الجدوى الاقتصاديه وبدا في اي فحص من التوسط القطعي. طبعا الاشعه هي يعني امواج، يعني سواء معالج اشعه بسيطه او رنين او طبقي او المعالج الشعاعي او الطب النووي، نحن نحكي عن علم الامواج. وبالتالي احنا اولاد عام، وهذا بيثبتوا انه في الطور الاخير صار في عندنا شيء تضافر لمن المنظمات الاخصائيه، معالج سواء الطبيب الراديولوجيست مع طبيب الطب النووي او الطبيب الراديولوجيست مع طبيب معالج شعاعي، حتى نعمل خطه علاجيه متكامله للمريض. الطب النووي صار اسمه الطب النووي والتصوير الجزيئي، لانه ما فقط يعتمد على تصوير عضو معين من جسم او جهاز من جسم، جهاز قلب الدوران او جهاز عصبي، انما صار يعتمد على اعطاء مواد مشعه، وهي تطورت بشكل كثير كبير، تعطى حقنا وريديا في معظم الاحيان. هالمواد المشعه ممكن ان توضع في افات وراميه او افات التهابيه او افات من نوع خاص، ومشان هيك ممكن يطلع توزع، بسميه في توزع طبيعي لهالمواد المشعه في الجسم، في توزع مرضي لازم يحفظه الطبيب حتى يقدر يشخص المرض. هو استخدام للمنابع المشعه المفتوحه، بمعنى مصادر المشعه، بصير المريض هو مصدر الاشعه، وبالتالي هون الوقايه الشعاعيه تختلف عن الاشعه الاعتياديه. في شق علاجي بما انه ممكن تعرف عليه، اللي هو استخدام مصادر المشعه. بتعرفوا استخدام المشعه التاريخي في علاج سرطان الغده الدرقيه وانتقالاتها وعلاج خطشات الغده الدرقيه، لكن طور لها كثير المعالجه بمصادر المشعه المطلقه لاشعه فيتنا، اشعه الروتيسيوم عم نستخدم الذهب المشع، كنا نستخدمه سابقا، هلا في الراديو المشع، مجموعه من نظائر المشعه التي يمكن تستخدم في معالجه اورام مختلفه. الجهاز الاساسي اللي بيستخدمه جهاز الجاما كاميرا اسمه سبيك سنجل فوتون مشن كمبيوترايز توموغرافي، الاشعه يعني وحيد الفوتون، وحيد الفوتون اللي هو الجهاز الاقدم. هلا صار جهاز السبيك موصول مع جهاز طبقي محوري، مدمج عفوا مع جهاز طبقي محوري، حتى نحصل على صوره ومضانيه وصوره تشريحيه مورفولوجيه طبقي محوري، ندمجهم مع بعض. هذا بيسمح لي انه يشوف الافه الوظيفيه، يعني نعمل فانكشنال ايمجنج، يعني التصوير الوظيفي، نشوف توضع التشريح وعلاقه الافه مع التركيب التشريحيه المجاوره. الجهاز الثاني اللي عندنا باختصاصا هو جهاز البيت، اللي هو التصوير المقطعي الاصدار البوزيتروني، ونستخدم مضائر مشعه من نوع اخر تطلق البوزيترونات، وحسب نظريه اينشتاين تحول الماده الى طاقه اذا تتذكروا، فهي البوزيترونات تتحد مع الكترونات تعطينا فوتونات متعاكسه، طاقه كل واحد 511 كيلو الكترون فولت، هي بتساعدنا على الحصول على صور ادق، واستخدم في كثير من الاحيان في كثير في معظم الاحيان في الاورام، وفي بعض الاحيان في الافات الانتانيه او الالتهابيه حتى. طبعا لحوالي 10 سنوات كان جهاز البيت لوحده، لكن البيت بيرجين الافه الوظيفيه لوحده، ما بنقدر نشوف علاقه الافه مع النسج المجاوره، فتم دمجه مع جهاز الطبق المحوري. بنشوف هلا جهاز بنسميه بيت سي تي، بيت سي تي، والسي تي طبعا بلش ب 16 سلايس و 32 64 وتطور كثيرا للاستخدامات العصبيه والاستخدامات القلبيه. للاسف البيت سي تي موجود فقط في القطاع الخاص، لقد تعرف من 2008 البيت سي تي هو اختراع 2002، لكن حتى الان ما دخل القطاع العام لاسباب عديده، وهو بنسميه نحن المرسيدس تبع الطب النووي. يعني حنفوت بموضوعنا انه التصوير الوظيفي، شو مقصود التصوير الوظيفي؟ هو استخدام مصادر مشعه مختلفه لتشخيص، يعني كلها عباره عن احتيال الموضوع او اختيار الماده المناسبه او الطريقه المناسبه للوصول للتشخيص. دائما نحن بنطلب لو بيقدر الطبيب يسمع يشخص كل مرض المريض ويعطي حبتين اسبرين ويطيب يكون، هذا امل الطبيب وامل المريض، لكن من الناحيه الواقعيه هذا لا، ما هو متوفر. نحن مشان هيك بنلجا لحل مشاكل معقده تصوير، باللجوء الى وسائل تشخيصيه ايضا واجهزه معقده ومواد معقده. فما هي التصوير المتوفر حاليا؟ الطريقه القديمه البون سكان وضع عظام بشكل سواء ثلاثي الاطوار، الحقل والتصوير
تصويرا عدة مراحل، ثلاثة أطوار أو أربعة أطوار. في مادة ثانية ممكن تقلل من هي الجاليوم اللي هي ترتبط بمستقلات الترانسفيرين تنتقل للأماكن الالتهابية. فينا في تشكيل في تشخيص الآثار الالتهابية ما بيقدر يميز الالتهاب عن الإمكان، يعني إذا في عندي التهاب في المفصل أو إمكان في المفصل ما بيقدر بالجاليوم إن شاء الله تصوير إنه هذا التهاب ولا إمكان. المادة الثالثة هي الكريات البيضاء اللي طلعت مادة نسميه ديكوسكان، هذا ديكوسكان تصوير الكريات البيضاء المقسومة، عادة ممكن نسمى سابقا بالإنديوم 111، كثير غالي وصعب توفيرها عن أقصى تكنيسيوم 199 ام. في ممكن ضمن طريقتين تصوير ووضع نظام ونسكان مع كريات بيضاء مرسومة، ممكن نضم ثلاث طرق ووضع نظام كريات بيضاء مرسومة ووضع نقية العظام. في شيء اسمه أو ممكن طريقتين، طبعا هو الهدف انه وين بتكون الآفة الالتهابية المشكوك موجودة، هي في السلاميات الناحية القطنية في مفصل صنعي مرافقة مفصل صنعي. ايضا في عنا شيء اسمه رمضان المناعي، والطريقه الحديثه هي البيت سكان تصوير مقاعد مسكروني باستخدام البيبتي شي. اخترت موضوع واحد ركز عليه كثير والباقي ممكن نحكي عليه، رح نشوف كيف الاليه حتتطور، كيف بنقدر نشخص الانتان في منطقه معينه. في القدم السكريه بالواقع هي بتصير عند حوالي 15% مصدر داء سكري، بالخاصة بصير عند داء سكري مدين، وصير انضغاط للعظم في منطقة معينة، فبصير عندهم طبعا هي بتعرف عندهم بصير عندهم مفصل شاقة، بصير تشوهات عظمية، التشوهات العظمية بتصير عندهم تنضغط بحذاء ضيق أو غراض، وبصير تشكل عندهم تقرحات، التقرحات تكون سطحية صعبة الشفاء، ممكن تمتد العظم تعمل إلى العظم النقي، وحسب كبر حجمها وعمقها وقديش صار لها فترة زمنية للتقرحات، وإذا كان مرتفع 7 سطور يكون في عندي احتمالية ينصاب من السلاميات أو الأمشاط في إذا العظم النقي بلش حادة وتنتقل إلى مزمنة. طبعا هذول العادة بكون عندهم فصل سير طويل كان 10 سنين من الداء السكري، بيكون صار عندهم اعتلال. هي آلية كثير شائعة على حصول داء العظم، كيف تنتقل الجراثيم للعظم. طبعا هلا اللي عم نشوفه هي الاصابات الحربية خلال السنوات السبع الماضية، كان كثير الموضوع يعني عم نشوف 10 او 15 ضعف اللي بنشوفه بالدول الثانيه سواء الاصابات الحربيه داء العظم النقي. لكن الاليه بتصير في عندك اما من كما هو الحال في داء السكري بتكون اعتلال وعائي، هذا بيؤدي لنقص الترويه الدمويه، تتضافر معه الاعتلال العصبي المحيطي، بصير في تقرح للعظم للجلد، وإذا كان صار تضافر مع نقص المناعة هذا حيأدي لنا للمصري غير الاستهداف عظم النقي. بهالحالة بالواقع التشخيص السريري غير ممكن لوحده، بحاجة دائما لوسيلة شعاعية لشخص ذات عظم النقي، وكل ما شخصها بشكل مبكر بتجنب مثلا بالنسبة للداء السكري بتجنب عملية البتر، بتر القدم، بتر الأصابع، بالنسبة للمفاصل الصنعية بتجنب تبديل المفصل، مكلف جدا، عملية كثير كبيرة ومكلفة، وعادة الريفيجن بيكون يعني نسبة نجاحه أقل بكثير. أو بدك تتجنب بتعرف هذول عندهم إصابة كلوية، بتستخدم سلطات يعني من نوعية كثير مكلفة وبديلة وبنتائج متواضعة. الأجوبة وسائل التشخيص عادة نحن بنبلش بصورة بسيطة، صورة بسيطة حتى تكون إيجابية بيكون فقد العظم من 30-50% من جماعتنا حتى تظهر إيجابية، فبالتالي هي ليست وسيلة حساسة، لا يمكن أن تكون حساسية جلدية منخفضة كثير 22% وفي أحسن حالة 66%. التصوير بالأمواج غير الصوتية تعرفوا للعظم غير ممكن. السي تي ما بيقدر يميز إذا هذا الإنتان هو في النسج الرخوي أو في العظم، وبالتالي لا يعول عليه. الإم آر آي وسيلة كثير جيدة بتفيدني بهذا الأمر، وحنشوف إنه بتساعد ب يعني إلى حساسية 82% ونوعية 83%، لكن الرنين المغناطيسي في له إيجابيات كاذبة، أما وقت يكون في عندي كسر أو يكون في عندي
نزل او عامل له عمليه للمريض في المنطقه المناطق وصار في عندنا بعدين تبدلات صارت كشفه، والاعتلال كمان اثار العظام العصبي او اذا كان في عندي ورم. لكن دائما لما بيكون في عندنا عمل جراحي بفضل اجراء عمليه معاطيسي للتقنيه. نرجع بالفعل للطب النووي هو الموضوعنا، انه شو هي احد الوسائل ممكن نرجع لها مع امثله. في القطن السكريه الواقع ممكن نرجع لشيء انه 3 فيز او 4 فيز 1 سكان، بحقل ماده المشعه ونصور المريض مباشره لمده 60 ثانيه صوره كل ثانيه على الطور الوعائي، ونعمل صوره بعد دقيقتين لمده دقيقتين ونشوف توزع الماده المشعه في النسج الرئوي، ونعمل صوره متاخره بعد 4 ساعات نشوف البؤره اللي عم شايفينها بالمرحله الاولى صغرت وصار عندي توضع عصبي. في حاله يعني نسبيا سهله لانه مش بس كمان شايفين الريزوليشن بتطور لانه بتطور النووي ما بتقدر حتى تطور مكان صارت سلاميه ولا في انشر الانظار القريب. في تصوير الكريات البيضاء المرسومه ايضا شايفين نعمل صوره بعد تضييع حوالي 24 ساعه كمان طريقه شوي قديمه بتسحب دم وتثفل ونرسم الكريات البيضاء من انكوبيشن لها وننقلها للمريض ونقوي يعني ونصور المريض بعد 24 ساعه، لكن نوعيتها عاليه كثير يعني فعلا بتكشف لي اذا في عندي في انتانيه في احد السلاميات او في احد الامشار، لكن كمان بور ريزوليوشن سواء من الاشعه الفلكس او الراديشن بيطلع من الطب النووي كميه الاشعه قليله وما بتكفيني للجسم هيك العظام بشكل واضح حتى تشوفوا وين توضع النافه. بس عملنا مزج وضعنا عظام وضعنا كريات بيضاء مرسومه، شايفين وضعنا عظام معطيني بورة زياده تثبيت في احدى السلاميات السلاميه الثانيه، وشايفين في زياده تثبيت في نهايه الامشار. طيب كيف بدي اعرف انه هي ذات عظم مخي وهي ذات عظم مخي؟ نفس المظهر هو وضعني، مشان هيك انا مضطر اني اعمل لنفس المريض كمان حقنه ماده اداء حقنه كريات بيضاء مرسومه ونقارن الصورتين. شايفين هون ما في هي تبدلات مفصليه اللي بنشوفها عن طريق السكري ما بنشوفها بالكريات البيضاء بتصوير الكريات البيضاء المرسومه، وبالتالي جمع الصورتين مع بعضهم بعض حيوصلني للتشخيص يعني نرفع الحساسيه ونرفع عن نوعيه. كمان بحاله مشابهه واحصائيات مختلفه مراكز دراسات مختلفه للحساسيه والدقه. هي الوضع العظام ثلاثي الاطوار هي صوره متاخره حتى بعد 24 ساعه، بتسالني ليش فينا نصور عندنا تكنيس 6 ساعات كيف نصور بعد 24 ساعه؟ الواقع يعني 6 ساعات انخفض الفعاليه للنصف، يعني كل ما مرق وقت على الماده المشعه تضعف الماده المشعه لكن حتى تتلاشى 10 اضعاف نصف الاعمار. هلا مثل ما شفتوا ما بنقدر نحدد مكان الاصابه تشريحيا، فبنريد ما شفتوا شيء هذا السبيكت سي تي السبيكت لما كاميرا مع السي تي، مشان هيك اسمه جهاز سبيكت سي تي، جهاز غير موجود محليا صار له 10 سنين موجود برا. شايفين صوره السي تي ما بتبين لي اي تبدل في عندي بين هالسلاميه الاصابه. صوره اليما كاميرا بتبين في عندي بؤره زائده التثبيت. عملنا الفيوجن دمج الصوتين صار فيني اقول انه انا عندي بؤره ذات عظم نقي في السلاميه ذات اصبع الحابس، هذا الفيوجن دمج هو سبيك سي تي. هي الدمج النوعين من التصوير الكريات البيضاء المرسومه مع البون مارو، البون مارو الملتهب ما بيثبت الماده كولد سبوت منطقه ناقص التثبيت تطلع هوت سبوت بالكريات البيضاء المرسومه. اذا دمجنا الصورتين مع بعضهم البعض بقدر اتاكد انه هي المنطقه في منطقه القدم هي المنطقه اللي صارت في ذات عظم مخي. الاضطات المرسومه في كثير من الاتش اي جي والمحببات المرسومه، لكن في ذات عظم مخي الواقع في دراسات مختلفه ناس له حساسيتها كثير عاليه واستخدامها شوي قليل. وكملخص بس للوسائل التشخيصيه لذات عظم مخي اشغالا، شايفين انه الاكس راي لوحده حساسيه كثير منخفضه لكن نوعيه عاليه لكن تطلب ظهورها بضع اسابيع، يعني ما عم نحكي عن تشخيص مبكر. بيجي المرحله خلينا نقول بعد ما نتجاوز البون سكان لوحده
طبعا حساسية عالية نوعية منخفضة، الرنين حساسية ونوعية متقاربة تقريبا 80%، لكن الأفضل إنه ندمج نوعين من التصوير الرمضاني اللي هي البونسكان مع الكريات البيضاء الموسومة. في هذا الكاسكاد خلينا أول كيف بنقارب وقت يكون في عندي ذات عصب نقي، وخاصة مثلا في منطقة القدم نعمل الفحص السريري إذا كان في عندي تقرح، فالتقرح مع كشاف العظم معناه نعمل كان ذات عظم نقي، وبالتالي يدخل المريض في سياق المعالجة. إذا كان عندي هذه القرحة بدون كشاف العظم نعمل إكس راي، الإكس راي إذا كان إيجابي ندخل التشخيص، أو إذا كان غير إيجابي فنحن بحاجة لنعمل نوعين من التصوير، تصوير نووي وتصوير إم آر آي. إذا كان التصوير النووي إيجابي والإم آر آي سلبي فغالبا هذا المريض ما معه الأستيو مايلايتس. التصوير البيت بالواقع البيت مبدأ انه استقلاب السكاكين بيكون زائد عند الافات الورميه، يعني الخلايا الورميه تحتوي على الشارة الخارجية على مستقبلات اكثر للجلوكوز. الجلوكوز المستخدم هو الجلوكوز 106 الجلوكوز المقسوم للفلور 18، وهو اللي بنحقنه للمريض المصور بجهاز البيت. نفس الآلية كمان بتصير بالآفات الالتهابية، مشان هيك بستخدم هذه الظاهرة في الآفات الالتهابية لتشخيص ذات عصب نقي في البيت. هنشوف مثلا حالة سريرية في عندي آفة كيف بتظهر على الصورة الشعاعية. الرنين لكن غير نوعية. في الوقت عم نعمل بيت عم نشوف بؤرتين قرحة وعم نشوف البؤرة البؤرة الأزرق. هي بعد بدر طبعا تصوير نوعي. بالمفاصل الصناعية كثير بتعرفوا اللي عم ركب مفصل صناعي صعب انه نقرر اذا كان في عنده التهاب مرافق المفصل بيجيب الم مرافق المفصل، يا ترى هي في انتان او تخلخل. هي الحاله كثير حاخذ مثال مفصل العنق الفخذ من طبعا حقن الماده المشعه ممكن تشوف بؤر زياده تثبيت، احد اماكن زياده تثبيت ممكن تشوفها منطقه صف الجو الحلقي، ممكن نشوفها حول المفصل او ممكن نشوفها بالستام. فالدراسات اثبتت انه بالواقع اذا كان في عندي زياده تثبيت في صف الجوف الحلقي وبمنطقه المحفظه فهو ما عم نحكي هون عن انتان، الانتان عاده يكون حول الستام. واذا شفنا زياده تثبيت في منطقه صف الجوف الحلقي فقط فهي عمليه عباره عن حاله تخلخل في المفصل بس منطقي. ايضا التهاب الخشاب بالجاليوم سكان شايفين بورا زياده تثبيت، بنعمل نوع من تصوير جاليوم سكان ام دي بي، هي نفس الحاله شايفين بورا كثير واضحه اللي بنسميه التهاب الاذن النخري الخبيث. كمان حاله من اصابه احدى الفقرات او اكثر من فقره بالذات عصب نقي، طبعا بنؤكد انه هذا ما بيكون جازم هذا الامر. شكرا لصاحبك. بصدق بشكر الدكتور بشري الزين استاذ المعالجه الشعاعيه في الطب النووي. الطب النووي جامعه دمشق استاذ عبد الرزاق. شكرا كثير دكتور بشري، وحدا بيحب يساله دكتور بشري اي شيء بيحبه.